كل الفترة اللي مضيت كنت عم بشتكي من القدر، فكرته ما أنصفني بهالحياة لأنه خطف مرتي وابني على غفلة. بس قديش كنت غلطان لأني حاولت شك بعدل القضاء والقدر وشكيت فيك يا سلمى. بس هلأ خلص، هلأ مرتي صارت جنبي وابني صحته منيحة. هلأ زادت ثقتي بالقدر أكثر من قبل. أنا مبسوط كثير. طيب انسي كل شيء، قلي لي هلأ كيف أنت فقدتي الذاكرة؟ أو كيف وصلتي لهون؟ لما شفت أختك أديتي وأنا بيوم خبرتها بكل شي بعرفه، كنا راجعين على البيت وما بعرف كيف فجأة هيك صار معنا حادث ونهار. قلي الله يخليك، أختك أديتي كيف هلأ؟ أختي بتعرف بهاي القصة؟ طيب كيف صار الحادث؟ ما بعرف، ونحنا راجعين على الطريق شو صار أديتي؟ شكله الفرام معطل. دخيلك انتبهي. ما كان الحادث قضاء وقدر سالوني. أورفاشي عرفت انه اختي اديتي تعرف كل شيء عن عمايلها، لهيك هي عطلت لها الفرامات ودبرت لها الحادث.